جماعة الحوثي في اليمن بدأت بالتحرك لتوجيه ضربات مباشرة على البوارج والقواعد الأمريكية والبريطانية الموجودة في البحر الأحمر وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وذلك انتقاما من الضربات التي تعرضت لها في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، ضربات كبيرة للغاية قادمة من حلف حارس الازدهار. جاءت تفاصيلها بالكامل من قبل القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية المركزية. العملية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة بريطانيا بشكل مباشر، وجاءت بدعم 4 دول من الدول المتواجدة في حلف حارس الازدهار، ألا وهي هولندا وكندا وأستراليا والبحرين. وتلاحظون ضباط الأركان المشاركين من كل دولة، وأكثر عدد من ضباط الأركان المشاركين من بين أستراليا وكندا وهولندا هي بكل وضوح أستراليا ب11 ضابطا وعنصرا من ضباط الأركان، بالإضافة إلى أن البحرين شاركت بالقوات البحرية المشتركة في دعم هذه العمليات. الساعات الأولى قبل بدء ضرب جماعة الحوثي في اليمن قام هذا الحلف مباشرة بإخلاء أجواء اليمن، لم تعد ترى طائرة واحدة تحلق فوق اليمن، وقاموا برفع حالة التأهب في المنطقة بأكملها لجميع القواعد الأمريكية المتواجدة في المنطقة، حتى في العراق، حتى في سوريا، تحسبا لأي ردة فعل ممكن أن تأتي تجاه القواعد الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في حالة بدء الولايات المتحدة وبريطانيا بتوجيه الضربات على جماعة الحوثي في اليمن. وظهرت طائرات الاستخبار الأمريكية أيضا تحلق بهذا الشكل في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز، وهي تراقب إيران، ترى أي تحركا معاديا ممكنا من إيران باتجاه أي من قواعدها أو حلفائها في المنطقة. وأيضا الفلايت رادار 24 سجل طائرة الكيسي 135 ستراتو تانكر، هذه الطائرة المتخصصة في تزويد الوقود تمت ملاحظتها بأنها طارت وحلقت من قطر فوق المملكة العربية السعودية باتجاه العراق. هذه هي صورة هذه الطائرة التي توضح بشكل عام بأن هنالك مقاتلات وطائرات تجسس تحلق في حالة أي هجوم أو ردة فعل من الفصائل العراقية. وهذه وبعد ذلك طبعا جاءت الضربات مباشرة وظهرت الطائرات الأمريكية وهي تحلق باتجاه اليمن، الطائرات أيضا البريطانية من سلاح الجو الملكي البريطاني. وبعد ذلك جاءت الضربات بهذا الشكل على العديد من النقاط من تواجد جماعة الحوثي في اليمن. كما تلاحظون هنا ضربت العديد من البنى التحتية والنقاط المهمة للغاية لجماعة الحوثي في العديد من النقاط. الضربات هزت هذه المناطق بالكامل وتم تصويرها من الأرض كما نحن نلاحظ، إن كانوا من جماعة الحوثيين وإن كانوا من المواطنين اليمنيين المتواجدين في هذه المنطقة بشكل عام. والذي جرى هنا من تفاصيل هذه العملية بأن حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور كانت مشاركة بشكل مباشر في هذه العملية، وحلقت من هذه حاملة الطائرات الأمريكية 15 طائرة من طائرات F-18 سوبر هورنت، وكذلك كانت هنالك 4 طائرات من طائرات التايفون من سلاح الجو الملكي البريطاني، بالإضافة إلى أن هنالك 3 مدمرات أمريكية اشتركت بهذه العملية، وطراد للصواريخ الموجهة أمريكي أيضا، والمدمرة البريطانية HMS Diamond أيضا شاركت في هذه العملية، بالإضافة إلى 3 غواصات، وواحدة من هذه الغواصات هي غواصة USS فلوريدا النووية السرية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اتضح من التفاصيل بأنها كانت مشاركة بهذا الهجوم على جماعة الحوثي. جاء هذا الهجوم على مستوى موجتين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، استخدمت من خلالها أكثر من 100 قنبلة وصاروخ موجه على 60 هدفا في 16 موقعا خاصا بجماعة الحوثي. والضربات طبعا كانت عنيفة للغاية كما لاحظنا من المقاطع، وهي كانت موزعة على جميع تقريبا مناطق جماعة الحوثي ومواقعها. على سبيل المثال استهدفوا صعدة، معسكر كهلان هو الذي استهدف بشكل مباشر، وعدد من النقاط الأخرى، واستهدفت أيضا عددا من
من النقاط في حج تحديدا في مديرية عبس، مطار عبس هو الذي استهدف، والمناطق الغربية لمديرية عبس أيضا قد استهدفت، بالإضافة إلى عدد من النقاط من الحديدة ومطار الحديدة كان هدفا لهذه الضربات، بالإضافة إلى ذلك كان هنالك استهدافا لمطار تعز وأيضا إلى اللواء 22 في مديرية التعزية في تعز، وأيضا كان هنالك استهدافا مباشرا بحسب بعض التقارير على ذمار، وأيضا يجب أن لا ننسى صنعاء، أيضا كانت هنالك ضربات باتجاهها وتحديدا بشكل مباشر على قاعدة الديلمي التي تقع إلى شمال صنعاء، وهذه الضربات أدت إلى مقتل 5 عناصر من عناصر جماعة الحوثي، بالإضافة إلى جرح 6 من عناصرهم. الضربات طالت عددا من النقاط المهمة لجماعة الحوثي، مقرات على سبيل المثال للقيادة وللسيطرة، بالإضافة إلى ذلك إلى مستودعات للصواريخ وصواريخ الكروز أو صواريخ البالستية الخاصة بجماعة الحوثي المضادة للسفن منها، وحتى المنشآت التي تقوم بإنتاج هذه الصواريخ أو حتى المستودعات ونقاط إطلاق الطائرات المسيرة، كلها استهدفت بهذه الضربات، بالإضافة إلى ذلك استهدفت أيضا الرادارات الخاصة بجماعة الحوثي. وبالتالي باستهداف كل هذه النقاط واضح جدا أن حلف حارس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا يهدف بشكل واضح إلى شل قدرات جماعة الحوثي من الاستمرار بهجماته على خطوط الشحن الموجودة في البحر الأحمر. جماعة الحوثي لم ترد أبدا على كل هذه الضربات التي واجهتها، وبالتالي الأمور كانت من جهة واحدة فقط، وحلف حارس الازدهار الآن ينتظر إذا ما سيكون هنالك ضربة أو ردة فعل من جماعة الحوثي. النيويورك تايمز كانت قد تحدثت بشكل واضح أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن جماعة الحوثي فعلا سيقومون بردة فعل تجاه هذه البوارج وتجاه الحلف بشكل عام، وبأن هذا الحلف أيضا سيرد على الضربات الخاصة بجماعة الحوثي. ويجب أن ننتبه، كلما ردت جماعة الحوثي على هذا الحلف انكشفت المزيد من المواقع للإطلاق للطائرات المسيرة وللصواريخ، وتقوم باستهداف فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا الشكل وبالتدريج ستجد جماعة الحوثي نفسها غير قادرة ومشلولة في مسألة قدراتها، ولن تترك هذه القدرات الكبيرة في المستقبل إن استمر الوضع على ما هو عليه لكي تستهدف أو تحقق أي استهدافات في المستقبل، وهذا يقف ضدها على المستوى المستقبلي بكل تأكيد. وواحدة من الأمثلة المهمة التي يجب أن ننتبه إليها إلى ضرب قدرات جماعة الحوثي كانت حاضرة واضحة من حجة التي استهدفها سلاح الجو البريطاني تحديدا، هو الذي استهدف حجة تحديدا، وكانت هنالك لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية بنفسها. سنلاحظ هذه الصور الآن واللقطات لوزارة الدفاع البريطانية، نشرت هذه اللقطة لهذا الاستهداف الذي ترونه، وكذلك هنالك لقطة أخرى لاستهداف نشرته أيضا سكاي نيوز البريطانية التي تحصلت على هذه اللقطات. وهذه اللقطات واضح جدا هي لا تواضح، قاموا بتغطية كل الإحداثيات الخاصة بهذه الطائرة، بالتالي من الصعب معرفة أين تتواجد هذه المنطقة أو أين النقطة التي استهدفت، ولكن بما أن بريطانيا استهدفت حجة وبأن الانفجارات جاءت في مديرية عبس في المطار وإلى غرب هذه المنطقة، هذا قد يجعلنا قريبين من هذه المنطقة. دعونا هنا نقترب من هذا الاتجاه تحديدا الذي تظهر فيه بعض النقاط المبنية نوعا ما، هذه منطقة مبنية وهذه منطقة مبنية، وهنا طبعا مناطق مزروعة كما نلاحظ، هذه كلها مجموعة من الأشجار، وأن هنالك شكل مميز للزراعة كما نلاحظ هنا في هذه المنطقة من الصور القادمة من الطائرة البريطانية التايفون. وبالتالي إذا ما عدنا إلى هذه الصورة مرة أخرى، هذه هي النقاط التي أشرنا لها وهذه هي المنطقة التي أشرنا لها كما تلاحظون التي ستكون مفيدة في تحديد هذا الموقع. وبالتالي المنطقة التي ضربت هنا وهنالك نوع من الطريق كما تلاحظون بهذا الاتجاه، هذا الطريق، دعونا نصحح هذه الصورة مرة أخرى، هذا الطريق وهذا الطريق بهذا الشكل، وبالتالي بمسافة بسيطة الضربة جاءت بهذه المنطقة تحديدا. كذلك النقطة الأخرى التي لاحظناها لا يظهر منها الكثير، أيضا كل شيء تم تغطيته من الإحداثيات كما نلاحظ، سنلاحظ بأن هنالك مبنى مميز هنا بجانبه طريق، أيضا المنطقة مزروعة كما نلاحظ، هذه الألوان باللون الأبيض
هي الأشجار في حقيقة الأمر، وأن هذه مساحة مفتوحة كما نلاحظ، وأيضا أن هنالك شكل مميز على الأرض هنا ليس واضحا إذا ما كان مبنى أو منطقة مبنية أو المنطقة هي تبدو بهذا الشكل، ولكنها مميزة ومفيدة. ونلاحظ أن هنالك مبنى أيضا يأتي بالعرض ومبنى أيضا بالطول. هذه العلامات إذا ما أخذناها واتجهنا مباشرة إلى حجة، إلى هذه المحافظة المهمة للغاية المطلة على البحر الأحمر، ونتجه إلى مديرية عبس الآن لنحاول أن نقف هنا في هذه النقطة. أين هي مديرية عبس؟ المديرية عبس طبعا هي متواجدة، ودعونا نأخذ صورة أوضح قليلا من هذه الصورة. ومديرية عبس تقريبا تتواجد في هذه المنطقة تحديدا هنا، وهذا هو المطار الخاص بها، والمنطقة المزروعة الوحيدة من هذه المنطقة هنا تقريبا في هذه المنطقة، والمنطقة المتطابقة من خلال مطابقة الصور هي هذه النقطة تحديدا. دعونا نقترب منها الآن لكي نرى طبيعة هذه النقطة، ولكي نفهم كيف استهدفت بريطانيا هذه النقطة، وكيف أنها من نقاط وقدرات جماعة الحوثي للتف تقريبا 180 درجة. وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما، منطقة مبنية كما لاحظناها في الصورة الأولى، نفس الشكل تماما لهذه المنطقة المزروعة كما تلاحظون، هنا أشجار، وهذه مسافة أو الطريق الذي يبدو كان واضحا بالنسبة لنا، وهذا يعني أن عملية الاستهداف جاءت هنا بالضبط. الصورة مختلفة لأنها تعود إلى شهر مايو من عام 2023، والمنطقة زراعية ممكن أن يتغير شكلها، ولكنها متطابقة مع ما نراه بكل تأكيد، وبالتالي النقطة التي ضربت كانت هنا تحديدا. إذا ما ابتعدنا الآن قليلا سنلاحظ أن النقطة الأخرى من الصورة الأخرى للضربة البريطانية تبدو واضحة من هذا المبنى، يبدو متشابها مع الصورة التي رأيناها. لنأخذ الصورة، نبتعد قليلا مع الهبوط إلى الأسفل سنجد بأننا أمام نفس المنطقة تماما التي أشرنا لها ورأيناها. هذا هو المبنى متطابق، الطريق، المنطقة فيها أشجار كما نلاحظ، مبنى بالعرض بهذا الاتجاه، هذا مبنى آخر أيضا، مساحة مفتوحة، وهذا هو شكل المنطقة المميز الذي كان ظاهرا لنا. بالتالي كل شيء متطابق، وهذا يعني أن بريطانيا ضربت هذه النقطة في مديرية عبس إلى غربها تحديدا، استهدفتها، وهذه النقطة مطلة تماما على البحر الأحمر كما نلاحظ الآن. المنطقة تعتبر من المناطق الاستراتيجية لجماعة الحوثي، وبحسب التقارير التي نشرت حول هذه المنطقة هي النقطة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة، طائرات الاستطلاع أو التجسس أو الطائرات المفخخة التي تستهدف السفن الشحن الموجودة، أو حتى تستهدف المدمرات الأمريكية وحاملة الطائرات الأمريكية أيضا الموجودة بهذا الاتجاه. لاحظ آخر تسجيل لوجود حاملة الطائرات الأمريكية USS Dwight Eisenhower وكل هذه المدمرات مع طراد الصواريخ الموجهة هنا USS Philippine Sea، ستلاحظ بأنها متواجدة هنا باتجاه حجة. لاحظ هنا هذه هي حجة التي نتحدث عنها، وهذه هي المدمرات مع حاملة الطائرات، وبالتالي واضح جدا أنها كانت مشتركة في الهجوم الأخير الذي قامت به جماعة الحوثي، الهجوم الذي هاجمت به هذه المدمرات مع المدمرة البريطانية HMS Diamond، 21 طائرة مسيرة وصاروخ هاجموا هذه النقاط، كلها سقطت نعم، ولكنه كان هجوم خطير وخطير للغاية. ولهذا السبب جماعة الحوثي استنفرت وتريد الانتقام. ظهرت الشوارع ممتلئة اليوم في صنعاء وهي مؤيدة، هؤلاء كلهم مؤيدين لأنصار الله في جماعة الحوثي، يؤيدونهم تماما ويريدون الانتقام، ومنددين تماما بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بريطانيا وحلف حارس الازدهار بشكل عام. بل أن المتحدثين على سبيل المثال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي نائب وزير الخارجية عن جماعة الحوثي، وكذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، كلهم نددوا بما جرى وتوعدوا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ووضعوا العديد من التهديد، وقالوا بأن الرد قادم وبأن الرد سيكون قويا. ولكن التهديدات
من جماعة الحوثي لم تكن فقط باتجاه المدمرات الأمريكية والبوارج الأمريكية والبريطانية وغيرها في هذه المنطقة، لا أبدا، هم توعدوا القواعد الأمريكية والبريطانية الموجودة في هذه المنطقة وقالوا بأنها كلها أهداف مشروعة بعد كل ما جرى من هذا الهجوم الكبير الذي تعرضوا له. وطبعا القوات الأمريكية هي متواجدة في الإمارات العربية المتحدة، في قطر، في البحرين الأسطول الخامس، متواجدة أيضا في الكويت، وبعض التواجد البسيط في المملكة العربية السعودية. لا بل إنهم أيضا وجهوا رسالة مبطنة للمملكة العربية السعودية بشكل مثير، وقال بأن الدول المطلة على البحر الأحمر يجب أن ترفض تماما وجود هذا الحلف في هذه المنطقة، لأن هذا الحلف هو يدافع عن إسرائيل ويجب أن يكون لها صوت حول هذه المسألة. وبالتالي واضح بأننا أمام تهديد جديد تجاه المملكة العربية السعودية من جماعة الحوثي، على الرغم أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليستا من ضمن حلف حارس الازدهار نهائيا، ولا حتى طائرة واحدة انطلقت من الطائرات الأمريكية أو غيرها من السعودية أو من الإمارات العربية المتحدة باتجاه جماعة الحوثي لتنفذ هذه العملية التي رأيناها في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. الطائرات انطلقت من USS دوايت آيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية، والطائرات البريطانية كانت قادمة من اليونان من قبرص مباشرة على جماعة الحوثي. بالتالي غريب جدا هذه المسألة، ولكن واضح أن جماعة الحوثي تريد التصعيد لأنها تعرف أن استهداف المدمرات الأمريكية وحاملة الطائرات الأمريكية قد لا يأتي بالنتائج الكبيرة ولن يصيب أي سفينة بسبب فارق التقنيات والقوة العالي بين هذه الأطراف التي نتحدث عنها. وسبق لجماعة الحوثي وأن وضعت تهديدا بأنها ستضرب النقاط النفطية، ستضرب المنشآت النفطية في المنطقة، في إشارة للمنشآت النفطية أرامكو وكذلك المنشآت النفطية قد تكون المتواجدة أيضا في الإمارات العربية المتحدة، مع عدم نسياننا الحقيقة بأن البحرين ممكن أن تستهدف من قبل جماعة الحوثي بشكل مباشر لأنها دعمت هذه العملية. وإذا ما أخذنا القياس من صعدة باتجاه البحرين فإنها تصل إلى 1200 كيلومتر، مسافة بعيدة للغاية، ولكنها من ضمن المدى الذي تتمتع به جماعة الحوثي في اليمن. رأينا كيف أن صواريخهم وطائراتهم المسيرة تصل إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر أو عبر الأراضي التي تأتي طبعا مقابلة لها. ولكن المثير بهذه المسألة أن الفصائل العراقية ممكن أن تستغل الكثير، ممكن أن تختصر الطريق إلى البحرين، لأن نصف المسافة تقريبا 649 كيلو من العراق إلى القاعدة الموجودة أو الأسطول الخامس المتواجد في البحرين، وبالتالي هي مسافة بسيطة وسهلة بالنسبة للفصائل العراقية التي ممكن أيضا تصعد باتجاه هذه المنطقة. بالتالي المنطقة فتحت من خلال هذه التهديدات، والمنطقة أصبحت مهددة، والمهددة الأكبر هي برميل النفط تحديدا أو أسعار النفط تحديدا، وخاصة أن التهديدات لمضيق باب المندب سبق وأن جماعة الحوثي قالت ممكن أن نغلق مضيق باب المندب إذا اعتدى علينا أحد. إيران رأيناها تختطف سفينة سانت نيكولاس هنا في خليج عمان، تصعيد جديد في مضيق هرمز الذي تمر منه 20% من الطاقة العالمية. بالتالي الطاقة ممكن جدا أن تتأثر بشكل خطير، وبرميل النفط أساسا بعد الضربة التي شهدناها في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة ما يقارب الأكثر من 3%، 3.31%. لاحظ وصل سعر النفط إلى 79 برميل النفط 79.27 دولارا. ومع هذه التطورات يعني أن الطاقة مهددة وبأن الأمور أصبحت خطيرة للغاية، وأن الجبهة كما نقول أصبحت مفتوحة.